إن شاء الله حلقة اليوم كلها إنجازات جميلة وطنية طبعاً اليوم راح نتكلم عن أهم معرض من المعارض اللي تقام في أرض المعارض في مشرف اللي هو معرض الكتاب، هذا المعرض السنوي اللي الكل يتمنى يشارك فيه عالمياً اليوم وفي هذه السنة تبارك الرحمن أكثر من 29 دولة مشاركة في هذا المعرض أكيد يشرفنا حضور ضيفنا اليوم لهذه الفقرة مدير معرض الكتاب الأستاذ سعد العنزي وراح أكيد نتعرف معه أكثر عن الأمور داخل هذا المعرض والبعض من محتوى ولكن من بعد هذا التقرير يعتبر معرض الكويت الدولي للكتاب هو وجهة الكثير من عشاق القراءة ومحبين الأدب في الكويت والخليج، كونه يجمع عدد كبير من القراء والمثقفين اللي يحرصون على تواجدهم في هذه الفعالية الكبيرة، واحنا نعيش في هذه الأيام أجواء الثقافة والفنون والآداب من خلال معرض الكتاب اللي شهد إقبال كبير من محبين القراءة وعشاق الأدب. المعرض شهد مشاركة أكثر من 29 دولة تنافسوا على تقديم أفضل الكتب والقصص والروايات بعد انقطاع دام لسنتين بسبب جائحة كورونا، وهذه العودة تعتبر عودة الحياة لمحبين الثقافة والقراءة وعشاق الأدب. وطبعاً رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير وأكيد نرحب بضيفنا اليوم الأستاذ سعد يا هلا فيك. ونورتنا في برنامج عسيف السيف بارك ومساكم الله بالخير وأنا سعيد جدا في تواجدي معكم اللي ما شاء الله عليكم أنتم طبعا مشكورين على جهودكم ودائما أنتم سباغين في التغطية لمعرض الكويت الذي يعتبر يعني تظاهرة ثقافية الكل يعني على هذه الأرض الطيبة من أجهزة إعلامية ومؤسسات مساهمة ومشاركة معنا في من هذا من أكيد مادشي. اليوم راح نتكلم عن أهم التفاصيل لكن في البداية نبي نتعرف أكثر عن معرض الكتاب لهذا العام وشلون كان الإقبال عليه من الجمهور طبعا إحنا مثل ما تعرفون المعرض توقف عامين آخر دورة كانت في عام 2019 وبسبب الظروف الجائحة اللي صحيح. أصابت العالم ككل يعني من ضمنها دولة الكويت تم إيقاف المعرض بسبب الاشتراطات الصحيه وظروف البلد والحمد لله عدنا بعد توقف عامين ولكن حاولنا أن نعود بحله جديده نعم. يعني نحاول نجد شيء جديد تطور فالحمد لله طبعا يعني جهود الاخوان شنو الحلة الجديده اللي قدمتوها اليوم لرواد هذا المعرض طبعا انت ما ادري زرت المعرض ولا لا هذه السنه لا ان شاء الله تزورينا باذن الله. الله وتشوفين بعينك لانه الكثير اول شيء حاولنا نغير في شكل المعرض ممتاز والاجنحه واختيار الالوان لانه دائما الرؤيه البصريه هي اول ما تجذب وتشد الانسان لاي مكان والحقيقه يعني نجحنا في هذا نجاح الحمد لله نقول ممتاز لانه الكثير من زوار المعرض المعتادين على المعرض الكل اشاد و يعني شعر في هذا التغير كبير. والحمد لله كان تغير للافضل طبعا ممتاز كذلك من ناحيه المضمون حاولنا انه نجدد في المعرض فاشركنا اكثر من خمسين دار نشر جديده لاول مره ما شاء الله. تعرض اصداراتها من مختلف مجالات الثقافه و... و... والاصدارات لانه احنا ايضا لاول مره نقبل 520 دار نشر بشكل مباشر وغير مباشر وهذا العدد لم يكن في اي دوره سابقه وهذا امانه يعني الجهود هذه ما في شكل الجميع ولكن بتوصيه من معالي وزير الاعلام ووزير الثقافه حقيقه يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله اوصى انه بقدر ما يمكن ان نشرك يعني اكبر عدد من دور النشر سواء على الصعيد المحلي او الصعيد العربي او الاجنبي. والحمد لله تم اشراك مثل ما قلت لكم الرقم هذا تمثلون 29 بلد منها 18 بلد عربي و11 بلد اجنبي يعرضون اكثر طبعا انا اعطيك ارقام دقيقه وفق الفهرس الالي للمعرض اكثر من 230 الف عنوان كتاب. من ضمنها 28 ألف عنوان كتاب جديد يعني لاول مره إيه نعم يعني هذه ردا على بعض الأقاويل او الكتابات التي تخرج علينا من هنا وهناك انه المعرض ما فيه جديد او شغله لا مو صحيح كذلك عندنا اكثر من صحيح طبعا استاذ سعد احنا مستمرين معك لكن عندنا فاصل ومن بعد الفاصل راح نكمل هذا الحوار بالخير مشاهدينا في فقرة كواليس عسيف اليوم احنا متواجدين في أرض المعارض الدولية اللي موجود في غرب مشرف معرض الكتاب هالسنة متميز وغير لأنه عاد بعد غياب سنتين ونص تقريبا هذا المعرض قاعد نشوف فيه دور نشر متنوعة وكثيرة وفي منها الجديد وفي منها اللي معروف ومن زمان وعليه قراء وايد خلنا نأخذ هذه الجولة ويا بعض ونشوف الإقبال والفئات العمرية اللي أنا وايد يهمني أعرفها قاعدة تروح وتشتري وعندها فضول تعرف شنو الكتب اللي لا حاليا احنا موجودين بدار نشر ذات السلاسل مع المؤلفه الجميله قلبا وقلبا اللي راح تعرفنا عن كتابها وعن نفسها الاستاذه فاطمه الله يحييكم والف شكر على التواجد هذا. أه كلمينا اول شيء عن الـ 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 الروايه اللي موجوده قدامنا. طبعا هذا الاصدار اغتيال ظفيره هو الاصدار السادس لي من بعد خمس اصدارات أه خذ مني سنتين ونص لما جمعت الافكار. ولا اهداف عده ان شاء الله يلقونها القراء داخل الاستاذه سنتين ونص ما تحسين فتره طويله لما تكتبين كتاب وتبين شيء يليق بالقراء وبفكر جديد بتوجه جديد اكيد الواحد يبي يتعب علشان يطلع لكم شيء يستاهل تعبكم وعنوتكم حقنا ترى اليوم انت عندك اصدار روايه كلمينا اكثر عن الروايه وشنو عنوانها الروايه الجديدة هي الروايه الثامنه بالنسبه لي، آه روايه تحت بند الجريمه والغموض، تتكلم عن رجل يتزوج اكثر من مره وكل مره زوجته تموت مقتوله في سرب الروايه وبالمجتمع لكثره الجرائم بالاونه الاخيره. آه روايه واقعيه ما فيها من الخيال، فيها غموض وفيها جريمه. فيها اكثر من جريمه نقدر نقول كتبت هذه الجرائم بطريقه متسلسله لكن هل المجرم واحد او اكثر من مجرم راح يعرف القارئ معاكم اخوكم مشعل حمد كاتب ومؤلف ومؤسس دار شغف للنشر والتوزيع انا اليوم سعيد في تواجدكم وسعيد في هذه الكوكبه من النجوم اللي عندنا بالخليج كلهم موجودين في دار شغف واليوم انا اعتبر دار شغف هي العمود الفقري لمعرض الكتاب اللي حاصل في الكويت من الاسماء اللي موجوده الناس اللي تعبت على روحها الناس اللي اجتهدت على روحها وكلهم اجتمعوا اليوم في دار شغف اللي هي دار نقدر نقول شبابيه بروح احترافيه على الروح النظاميه والروح التعاونيه اللي قاعده تصير فصار الوضع عندنا هنا نفس اسره واحده يعني ما في فرق بين كاتب وكاتب كلنا واحد وهذا سبب الشغف اللي جمعنا طبعا كل الشكر الى زميلتنا ساره يعطيها العافيه على هذه التغطيه الجميله واخذت اراء مختلفه وايضا استضافت اهم الكتاب، طبعا نرجع لك استاذ سعد نبي نتكلم في اهم المواضيع، ليش تم اعفاء الناشرين العرب من رسوم الاشتراك هذا العام؟ طبعا هذه خطوه اخرى احنا في اللجنه العليا للمعارض برئاسه معالي الوزير والامين العام للمجلس الوطني والامراء المساعدين ومدير المعرض وبعض من دور النشر الخاصه والاهليه في الكويت انه حاولنا انه مثل ما تكلمنا عن الجائحه الكثير تضرر بسبب توقف الاعمال والمصالح فالكثير من دور النشر تضررت وخسرت فعملنا انه حاولنا انه نجد مبادره او رساله لدور لقطاع النشر بشكل عام ولدور النشر بشكل خاص انه دوله الكويت دائما سباقه صحيح. وتدعم الثقافه وصناع الثقافه فمن هذا المنطلق تم فادر نشر المشاركه سواء على الصعيد المحلي او الاجنبي او العربي من رسوم الاشتراك وكانت المبادره امانه في محلها <applause> والكل يعني اشاد فيها صراحه أنا اخذت صدى يعني اعلامي كبير في على مستوى الوطن العربي والمستوى المحلي نقول احنا يستاهلون يستاهلون اخواننا يكيد. وزملائنا في قطاع النشر. اكيد اكيد. اليوم ايضا حركه حركه البيع والشراء والقارئ الحقيقي يمكن بالاونه الاخيره خصوصا بالجائحه رب ضاره النافعة نقدر نقول الناس وايد تتجهوا للقراءه ويمكن حتى اللي ما كانت من اولوياتهم صارت يعني مقربه لهم هالفتره من بعد كورونا، شلون هذه العمليه في قارئ حقيقي اليوم؟ وهل انت اليوم من خلال السنين اللي فاتت حسيت ان والله النسبه ارتفعت للقراء الحقيقيين في حركه البيع والشراء؟ سؤال جدا جميل حقيقه يعني دائما المجتمعات تمر في مراحل ومستويات ولفلات يعني قبل فتره خلينا نقول قبل اربع سنوات ثلاث سنوات كان في صدى كبير وفي تقدم واقبال كبير على النشر الالكتروني او الكتاب الالكتروني واخذ صراحة نسبة من مبيعات على حساب الكتاب الورقي ولكن مثل ما تفضلت اختي نورا انه بعد الجائحة الكل قاعد في البيت بسبب الحجر او الحاج مرة اه نفترة صعبة صحيح فالكل يمكن حتى انتم يعني اتجهوا الى الكتاب الورقي لانه في حميمية شوية صعب. وفيه يعني علاقة قديمة ما بين القارئ والكتاب لأنه من الصغر إحنا تعودنا على الكتب فتخيلوا يعني زادت نسبة مبيعات الكتب الورقية إحنا عملنا كتاب لأول دولة يعني في الوطن العربي تعمل معرض للكتاب معرض إلكتروني طبعاً للكتاب في يعني في الجائحة في وسط الجائحة والحمد لله كان فيه كثير من الأقبال طبعا الأقبال عن طريق الأونلاين صح تطلب تختار الكتاب اللي تبيه تطلبه ويوصل لك عن طريق البريد السريع تخيل يعني أكثر من 116 بلد اللي يعني زائرين من 116 بلد زاروا المعرض ودخلوا على المعرض وحاولوا يشترون كتب ويطلبون كتب كتب, كتب كتب حقيقية مو كتب إلكترونية لا لا ورقية, ورقية كتب ورقية يعني نعم نعم عملنا طبعا ديل مع احد الشركات البريد السريع وابد اشتر وادفع عن طريق الكريدت كارد ويصل لك الكتاب خلال اسبوع يعني في بالنسبة, أي بلد. بالنسبه حق حقكم كانت في ازمه كورونا ان فيها ربح حق هي احنا ما نسعى للربح كثر ما نسعى للفائده طبعا اكيد يعني هذا وقت فراغ كبير صار أكيد عند الناس صحيح اكيد فحاولنا إنه يستفيدون من هذا وقت الفراغ بشغالة بالكتب طبعًا والعلم أكيد. والمعرفة والثقافة. استاذ سعد عندك فكرة أكيد شنو أكثر الكتب اللي كان عليها مبايعات أكثر؟ يعني كان عليها طلب كبير؟ ما عندي أرقام دقيقة جداً ولكن الكتب الكتب الإدارة آه كتب الذات كتب الذات أكثر؟ شيء نعم الكتب الاقتصادية. يعني واضح انه توجه القراء انه للاستفاده وتطبيق يعني انت لما تقرا كتاب اقتصادي اكيد انه أن هذه تطبق الامور هذه ايضا الكتب التاريخيه كثير فيها عليها على صراحه صح. وكتب علم النفس, و... علم النفس. إيه. يعني. فعلا اللي مرنا فيه مو شوية القراءة <applause> جدا مهمة في هذا الوقت كان وما زالت طبعا طبعا يمكن قبل فترة كان لنا أيضا معرض العطور كان مقام في معرض يعني أرض المعارض عفوا ولكن كان في شرط أن الدفع يكون عن طريق الكينت هل معرض العطور المعرض الكتاب أيضا نفس الشيء ولا ممكن يتم الدفع كاش يعني نقدا أو كينت شوفي فعلا هو وصل تأمين من الأخوان في وزارة التجارة بانه حصر المبيعات في كافه المعارض التي تقام في دوله الكويت عن طريق الدفع الالكتروني. نعم، اذا هذا تعميم يعني ما في شك ولكن بعد مخاطبه الاخوان في وزاره التجاره تم اعفاء معرض الكويت الدولي للكتاب من البيع الالكتروني او الالزام البيع الالكتروني يعني عندنا دور نشر قاعده تبيع الكتروني يعني لكنه مش الزام طبعا والسبب في وجهه نظري يعني والاخوان تفهموها صراحه ومشكورين. يعني عبر شاشتكم الكريمة نوجه الشكر لإخواننا في وزارة التجارة أنه عندنا أبنائنا الطلبة يعني إحنا المعرض السابق آخر معرض زارنا أكثر من 27 ألف طالب وطالبة وتعرفون أنتم مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط وربما الثانوي بعد أنه مو الكل عنده حسابات بنكية ولا الكل عنده البطاقات البنكية فبالتالي هذا يصير عائق كبير لهم يعني وقتل للمتعة يعني أنت إحنا نذكر أول لما يودونا رحلة يقولون بكرة مثلا موعدكم يا ابنانا أو يا الفصل الفلاني بكرة رحلة للمدرسة نأخذ زيادة نجهز, نجهز ملابسنا ونجهز فلوس نأخذها من الوالد ولا عرفتي فبالتالي آه الحمد لله لم تقتل هذه المتعة الحمد لله ومشكورين أخواننا قدروا الظروف وقدروا الوضع والمعرض بالعكس مستمر سواء اللي يبي الكتروني او عن طريق الكاش. جميل نوره ودك تسالين لا والله انا استانست على الرحلات المدرسيه صحيح. لان ذكرت قبل كانوا المدارس وايد يهتمون ويركزون على الرحلات صحيح. المدرسيه للمتحف العلمي ومعرض الكتاب فاستانست أن ما زالت صحيح. هذه الامور موجوده يعني. أنا في وزاره التربيه بالتنسيق وياهم طبعا. <applause> يعني. آه ونشوف يق... في اقبال بعد كبير من شراء من الطلبه جدا الأطفال. جدا يعني. جدا وثقي تماما يعني عشرات المدارس التي تصل يوميا الى معرض الكتاب المعارف اذا لم نقل تصل الله. الى 100 مدرسه ممكن. إن شاء الله. جميل استاذ سعد ايضا بنتكلم في دول اخرى تدخل دوله طبعا بشراء كميات من الكتب لانجاح المعرض هل يعني هل هالشيء موجود عندنا؟ يعني هل في بعض توزيع كوبونات مجانيه؟ شوفي فعلا انا في بعض الدول اكيد وخص يعني حول دولنا الاقليميه في بعض المبادرات ولكن في الكويت للاسف ما في هذه المبادرات وما في يعني مؤسسات كبيره تشتري ب يعني بمبالغ ضخمه دعما للمعرض واحنا ان شاء الله يعني نتمنى انه يكون موجود هذه المؤسسات ولكن في شراء باذن الله من المكتبه الوطنيه في المجلس الوطني واداره المكتبات بعض المؤسسات طبعا ولكن ليس كما نامل او نطمح فيه صحيح ولكن ثقي تماما انه معرض الكويت معروف بالبيع الافرادي يعني من قبل الجمهور الجمهور الكويتي ما شاء الله واعي ومثقف ونهم للقراءه والحب الكتاب فالشراء ما شاء الله يغنينا او يعني مغطي على شراء المؤسسات صراحه طبعا احنا بندخل معاك مسابقات اول شيء شلون معلوماتك الرياضيه بما ان احنا الحين في فتره مهمه كاس العالم يعني وانت والله <applause> <كأس العالم تصفيق> <منعرف تصفيق> <رياضي غديم تصفيق> انا رياضي قديم لكن ان شاء الله يلا ان شاء طبعًا رح الله طبعا راح اسالك اول سؤال منتخب حقق كاس العالم وفي النسخه التاليه لم يحقق اي هدف عندك فرنسا المانيا ايطاليا البرازيل اعتقد فرنسا صحيح صحيح اذا نبي نسالك السؤال الثاني منو اكبر لاعب شارك في بطولات كاس العالم اعطيك خيارات ولا اوكي دام فضلك البرازيلي رونالدو ولا الارجنتيني مارادونا ولا الالماني لوثر ماتيوس ولا المصري عصام الحضري لا المصري اعتقد عصام الحضري لا ما شاء الله رياضي ان شاء الله ان شاء الله اوكي عندنا السؤال الثالث هو السؤال شوي صعب من هو صاحب اسرع هدف في بطولات كاس العالم الانجليزي مايكل اوين التركي هاكان شوكور الاسباني راؤول الدنماركي مايكل لا, أعتقد لا أن تركي تركي, تركي هاكان نعم. صحيح هذا قلت ممكن اصعب سؤال ما أعرف لا لا سجل لا. الهدف بعد 11 ثانيه, ثانية نعم. زين. عندنا سؤال رابع منو افضل لاعب في كاس العالم 2014؟ انزين اعطيني خيارات <applause> كريستيانو رونالدو مانويل نوير ميسي ولا ارين روبر؟ لا ميسي صح الله <applause> تستاهل الكاس <تصفيق> 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 طبعا كل الشكر لوجودك معنا استمتعنا معك في هذا الحوار الجميل والله يوفقك طبعا <applause> في هذا المعرض دائما كل سنه تبدعون فيه اكثر واكثر وطلعت معلوماتك الرياضيه ما شاء الله عليك <applause> طبعا انا اشكر جهودكم ودعوتكم الكريمه وعبر قناتكم وبرنامجكم الرائع انه نوجه رساله للجمهور الكويتي انه المعرض لا زال قائم لغايه يوم السبت باذن الله ل 26 نوفمبر باذن الله ونقول لهم حياكم الله وهذه فرصه وهذه المعرض. فرصه طبعا يوميا من التاسعة إلى الواحدة ظهرا ممتاز. ومن الرابع والنصف إلى العاشرة مساء ويوم الجمعة من الأربعة إلى العاشرة مساء ويوم السبت من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء بشكل متواصل هذه تظاهرة ثقافية تعتبر الأكبر في الكويت صحيح وفرصة هي تقام مرة واحدة في السنة صح وخصوصا بعد انقطاع سنتين فنتمنى من الجمهور والحمد لله على فكرة ترى الإقبال من أول يوم ما شاء الله. فاقد توقعات والوصف أمانة ومنقطع النظير وإن شاء الله يستمر على ذلك نهاية المعرض ويبيضها جمهور الكويت بإذن الله, شاء الله. إن شاء الله طبعا كل الشكر لك شكرا لوجودك شكرا لجهودكم مشكورين وإحنا ما زلنا مستكملين معاكم فقراتنا في عسيف ولكن بعد الفاصل